السلام عليكم، أهلا السلام. وسهلا. أنا أتقدم برول فريق على الدعوة للمشاركة في أسبوع العمارة في موسمه الثاني. من الإصالة إلى المعاصرة وموضوع الجدل الحاصل حول تأصيل المعاصرة أو تجديد الأصيل، والحديث هنا عن العمارة في ليبيا التي غالبا هي ما كانت غايبة عن الحديث في مجال العمارة. أنا أتحدث في هذا الموضوع وأعتقد أني لا أجيد الحديث كثيرا، أنا لست بالمتحدث الجيد، ولكن بالطبع في ليبيا هناك كثير من المعماريين من يمكن التحدث أفضل مني عن هذا الموضوع. نبدأ بأجزاء المحاضرة. الجزء الأول يتحدث، نبدأ عن موروث العمارة المحلية. الجزء الثاني ودخول مدارس العمارة الحديثة إلى ليبيا مطلع القرن العشرين، والجزء الثالث هو عن المعاصرة والموروث المحلي الأصيل وبعض التجارب لنا في هذا الجزء بالتحديد. الجزء الأول هو نبدأ عن موروث العمارة المحلية. طبعا هي العمارة المحلية موضوع كبير، نكتفي ببعض الأمثلة ونأخذ مثالين في هذا الجزء، مثال من الواحات ومثال من الساحل من المتوسط، وننتهي بنقطتين في هذا الجزء، ومدخل فني لتأمل معماري المحلي ومدخل هندسي لتأمل معماري المحلي. نبدأ أولا من أقدامس الواحات. والمدينة القديمة في غدامس هي مثال نموذج للتعمير في الواحات، وسيكون لنا مثال عن العمارة المحلية هنا. بعد نأخذ مفهوم عام عن التكوين الحضري للمدينة. التكوين العمراني والحضري للمدينة يعكس تماما التكوين المجتمعي كما نرى في الخط، لعدد الأحياء السكنية الموجودة في المدينة هي بعدد العائلات المكونة للمجتمع، وكل العلاقة بين العائلات هذه الأحياء، إذا كانت متجاورة تكون علاقة أقرب، وإذا كانت متباعدة تكون علاقة أبعد. على سبيل المثال، هذه كتلة مبنية لحي سكني يجاور حي سكني آخر، وكلها تجتمع حول مصدر الحياة وهو عين فرس. نأخذ التكوين الحضري في ثلاث نقاط: الشوارع والميادين وأسطح المباني. الشوارع نوعين: شوارع داخل الأحياء السكنية وشوارع خارج الحي السكني. شوارع داخل الأحياء السكنية عادة ما تكون مغطاة ومتعرجة ومزودة بمجالس الجلوس، وفيها فتحات للإنارة والتهوية في مسافات معينة تكون متقاربة أو متباعدة. أما الشوارع الخارجية فهي مكشوفة وهي الانتقال من حي لآخر أو من البساتين إلى الأحياء وهكذا. أما الميادين فهي تتواجد عند تتقاطع الشوارع الرئيسية، منها ما هو مسقوف أيضا مزودة بمجالس للجلوس والالتقاء في الحياة اليومية، ومنها ما هو مكشوف، وعادة تكون هذه الميادين في مناطق الموجود فيها المباني العامة والمساجد. أسطح المباني هي ليست فضاء ثانوي، إنما هي رئيسي داخل المدينة، وهو مخصص فعلا لحركة النساء، يعني ترتبط كل الأحياء السكنية مباني الحي السكني الواحد ببعضها عن طريق الأسطح كما يظهر هنا، وهو من طبقتين ومخصص للحياة المسائية. فراغ المطبخ موجود على سطح في المنزل الغدامسي. طبعا نوافذ المبنى السكني، كل مبنى سكني له نافذة واحدة فقط
وهي موجودة في سقف المنزل، تفتح الفراغ الرئيسي هو فراغ المعيشة. هذه المسارات الخاصة والمسالك، الحركة الطبقة العلوية فوق المباني. هذه جزئية في حي سكني، هذا شارع رئيسي متفرع منه شارع فرعي كما نشاهد في المقطع الرأسي هنا. تتحرك إنارة للتهوية تدخل الشارع، تفتح هذه المباني السكنية غالبا مزود بالمجالس للجلوس. والشوارع الموجودة على الأرض هي مخصصة للرجال فقط، أما النساء تتحرك على الأسطح. هذا المقطع يوضح اثنين من الوحدات السكنية المتلاصقة. نلاحظ هنا فراغ المعيشة يرتفع بارتفاع طابقين غالبا أو طابق ونصف، موجودة النافذة في سطح المبنى. هذا المخرج من السطح إلى المباني الأخرى المسالك الأخرى. بمجرد الدخول إلى الداخل تنتهي كل البساطة الموجودة خارج البيت السكني. من الداخل الفراغ الرئيسي وقاعة هنا تعتبر معرض نقش والزينة، وهذه تقوم بها السيدات ليس الرجال. طلع احنا ثقافتنا العربية الدارج. لأن ننتقل للمثال عن العمارة المحلية من أقدامس. هذه مدرسة تيلوان، مشيدة طبعا ما بين سنة 1840 و 1845. تعرف مدرسة تيلوان أما هو المبنى في الأساس مبني ليكون سكن لأحد الحكام. يقول بعض أن حسن ريس أو مصطفى ريس، المهم الاسم يعرفه أكثر أهل أقدامس، أما هو في الأساس مبني ليكون مبنى سكني. على الرغم أن هذا المبنى حديث يعتبر على مدينة أقدامس، وتم بناؤه بطريقة مختلفة تختلف عما عرضنا قبل كده، لأن لا يوجد مباني منفصلة بهذه الكيفية في أقدامس ومفصولة عن النسيج الحضري، إلا أنه يعتبر بكل تأكيد نموذج للعمارة المحلية الأصيلة. هذه أحياء مدينة أقدامس القديمة السكنية، هذه هي عين الفرس، هذا هو موقع المبنى تحديدا. تم استعماله مجموعة من الاستعمالات المختلفة، استعمل في وقت من الأوقات مدرسة حتى في وقت الاحتفالية، ومخزن كذلك الذخيرة، وبعد ذلك استعمل مرة أخرى استعمال المدرسة، والآن حاليا تحول ليكون مركز للتوثيق. هذا هو الموقع العام، هذه كتلة مبنى المدرسة، هذا هو الفضاء العام اللي موجود فيه المبنى، هذه الساحة الخارجية، بئر المياه، هذا هو الشارع المغطى بالمبنى في حد ذاته. التقارب والاختلاف عن نسيج باقي نسيج المدينة في هذه النقاط الأربعة، وجود كتلة المبنى داخل مساحة مفتوحة تحتوي على مصدر مياه ومساحات خضراء، لا يوجد مصدر للمياه باستثناء عين الفرس في باقي المباني. النقطة الثانية، كتلة المبنى تكيفت مع محيطها من الشوارع والميادين وأخذت أشكال مختلفة. والنقطة الثالثة، في ارتفاع المبنى في حد ذاته ولا يتجاوز ارتفاعات المباني الأخرى. والتطوير الحاصل في النقطة الرابعة، كيف تطور المبنى أو يعتبر تطوير مختلف عن باقي المباني في نسيج المدينة للمساحة المفتوحة بجوار المبنى، يعني مبنى مع مساحة مفتوحة خارجية وفيها مصدر المياه ومساحات خضراء، مبنى مستقل يعتبر. هنا نقطة في التصميم الحضري، حتى ربما لو أعطينا هذه المساحة لمصمم حضري
كيف يفتح المدخل الرئيسي للمبنى على الميدان المجاور، هكذا تلتقي كل الطرق الداخلة إلى المدينة في هذا الميدان، وكأنه يقول أن لازم تدخل من تحت نافذة صاحب هذا المبنى. الارتفاع من طابقين لا يزيد عن باقي ارتفاع المباني داخل المدينة. هذا هو التطوير الحديث بالنسبة للمبنى، المختلف كليا عن نسيج المدينة الأخرى، يعني أروقة خارجية مزينة بأقواس وشرفات خارجية. وكما أسلفنا، كل المباني السكنية داخل المدينة مغلقة على نفسها باستثناء فتحة واحدة في الصف. هذا تصميم لواحد الواجهات، عقود حتى بأقواس نصف دائرية، دائرية مختلفة عن باقي العقود النقدامسية المعروفة. هذه عدة استعمالات كانت للمبنى في حد ذاتها، يعني استعمل سنة 24 في لتمويل الجيش الإيطالي، وكذلك المدرسة في سنة 28. وبعد الحرب العالمية الثانية خلال التواجد الفرنسي استعمل في الفترة من 1943 إلى 1951 مخزن، وكذلك السكن القساوسة الذين قاموا بجولات ودراسات حول مدينة أقدامس، ثم مرة أخرى عاد يكون مبنى للدراسة والمدرسة سنة 1953. نقطة مهمة هنا، الغرض من دراسة هذا المثال تحديدا، أن التطوير كان حاصل حتى في الأصالة كذلك. الطابق المعماري الأصيل ليس شيء ثابت وجامد، بل هو يتعرض للتجديد والتطوير. يعني مسألة التلوان بالتأكيد كان عند إنشاء شيء جديد كليا ومغاير النسيج العماني في المدينة. يعني المباني في أقدامس متلاصقة ذات كتلة واحدة تنفتح لا تنفتح على الخارج. ما ربما يعتقد البعض أن العمارة المحلية لها قالب واحد، مجموعة من المفردات بقيت على حالها ولم تتغير عبر الزمن ولم تتجدد فيها الأفكار، وهذا طبعا مفهوم خاطئ. التغيير يجب أن يكون حاصل حتى في التأصيل نفسه. ننتقل الآن إلى الساحل مدينة طرابلس. أشهد لجزء من الواجهة البحرية في بداية القرن 1900، طبعا تبدو تراكمات الزمن خالية من الاستقرار. هذا الوضع الراهن للمدينة القديمة والميناء، هو نواة تكوين المدينة على الموضوع. المدينة الحديثة اليوم تكونت نواة هي المدينة القديمة والميناء، وهي تمتد على الساحل شرقا وغربا بمسافة تقريبا 30 كيلومتر، وتمتد إلى الجنوب ما يقارب 20 كيلومتر. ما نحن سيكون تركيزنا هنا على النواة المدينة القديمة. بداية التأسيس، هذه خريطة العالم القديم، وهي في البداية كانت محطة بحرية للفينيقيين خلال ترحالهم ما بين قرطاج وشرق المتوسط. ومن بعد سقوط قرطاج وسيطرة روما على شمال أفريقيا، سميت المنطقة تريبوليسي، وفي اللاتينية تعني المدن الثلاث، وهي لبدة الكبرى وأويا وهي طرابلس حاليا وصبرا. وبانتهاء الإمبراطورية الرومانية الحياة في لبدة وصبراتة وأصبحت آثار، لم تنتهي الحياة في طرابلس المستملة حتى اليوم. وبقي الشاهد الوحيد الروماني في مركز المدينة هو قوس ماركس أوريليوس. نأخذ فكرة هنا عن التكوين وبداية التكوين. الجغرافيا الطبيعية للمدينة هي رأس صخري داخل البحر، مجموعة من الجزر المتقاربة، وجد فيها الفينيقيين المكان المناسب لتكون مرفأ بحري. هذه هي حدود المدينة القديمة الحالية وجوارها الميناء.
هذا في القرن الثاني للميلاد بعد وجود روما وتأسيس مكان قوس ماركوس أوريليوس، وكما في التخطيط الروماني طبعا الشوارع الرئيسية تتقاطع عند مدخل قوس النصر في كل المدن. هذا موقع قلعة طرابلس، نلاحظ هنا تصوير المدينة من جهة البر فقط. وبعد دخول الإسلام في القرن السابع للميلاد امتدت شوارع أخرى داخل المدينة، وكذلك أسوار أخرى. من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين وهي حقبة معروفة بالصراعات، فترة من حكم فرسان مالطا إلى الدولة العثمانية، أخذت المدينة شكلها النهائي. هذا موقع قلعة طرابلس، هذا هو الميناء، هذه حصون الميناء، التحصينات الشمالية، أخذت أسوار من جميع الجهات. هكذا كان شكل المدينة سنة 1911. يطبيع البحر من ثلاث جهات مصورة من جميع، وهذه الصورة أخذت مباشرة بعد دخول الاحتلال الإيطالي. كل هذه الفترة من التأسيس حتى الوقت الحالي، حقب زمنية متلاحقة، وعنوانها كل عنوان واحد عريض وعدم استقرار. هذه رسومات لوحات المدينة من بحرية بعض الدول الأوروبية، تصور عادة المدينة بأنها مدينة معادية، وتعتبر مكان وكر للقراصنة يعتبرها البعض طبعا. نعود الآن إلى المواقع المعاش حاليا. التكوين الحضري للمدينة وأبرز عناصر المدينة، الشوارع والميادين، المساجد، الأسواق، الفنادق، كذلك المباني السكنية. نبدأ بالشوارع، طبعا هي شوارع حقبة بعد حقبة من فترة الرومان إلى الآن، لكن في الغالب ما تكون مستقيمة. وأهم ما يميزها هي وجود الدعامات الرابطة، أقواس داعمة تمتد من واجهة إلى أخرى، وظيفتها تدعيم واجهات المباني، وهي غالبا مكشوفة وغير مصفوفة. المساجد هي العنصر العمراني الأهم في المدينة طبعا، نعود إلى هذا الجزء لاحقا، يعني يميزها نظام إنشائي مميز في التسقيف. الأسواق ولا تختلف كثيرا عن مدن المشرق، هي امتدت لثلاث نقاط رئيسية من المتاجر وأسواقها. هي مساحات مستطيلة صغيرة، والشوارع غالبا ما تكون مغطية بأقواس أو أحيانا تعريشات، وكذلك المشاغل والمخازن. الفنادق طبعا هذا جانب مهم، هذا النوع من المباني تميز به بعض المدن في جنوب المتوسط على وجه التحديد طرابلس وجربة. الفندق هنا ليس مكان للإقامة بالمعنى المتعارف عليه فحسب، بل هو مكان يعتبر مركز خدمي تجاري بالدرجة الأولى، وهو مكان للحرفيين والتجار وتخزين البضائع. طابقين من الغرف تلتف حول فناء مركزي واسع عبر شرف من الأقصى والأعمدة الرخامية، وبوابتها طبعا مميزة دائما
باب مصنعين يفتح على مساحة كبيرة لإدخال وإخراج البضائع، كم يوجد باب صغير لحركة الأفراد؟ المباني السكنية طبعا هذا ليس نموذج سكني عادي، البيت يعتبر هذا من البيوت المهمة في المدينة القديمة، وحاليا وكان سابقا يشغل مقر القنصلية الفرنسية، وعادة ما يكون المبنى السكني مطابقين من الغرف والخدمات تفتح على فناء داخلي، أما من حيث الجانب الاجتماعي فغالبا ما يكون مقر لمجموعة من الأسر تنتمي لعائلة واحدة. نأخذ مثال عن العمارة المحلية في الساحل أو في طرابلس، هذه مدرسة عثمان باشا، شيدت سنة 1654، يعتقد البعض أنها شيدت على أنقاض المدرسة المستنصرية التي هدمت في الهجوم الإسباني سنة 1510، ما يتكون من 4 عناصر رئيسية، طبعا هي موجودة في منطقة باب البحر في شارع رئيسي يسمى شارع درغوت. صحن رئيسي مزود بأعمدة رخامية وعقود تفتح عليه عدد 14 خلوة لتحفيظ القرآن، وكذلك مسجد صغير ومكان للمدافن والتربة. هذه الواجهة الرئيسية للمدرسة، طولها يقارب 48 متر، خالية من ظروف الزخرفة الجاذبة للانتباه باستثناء إطار المدخل الرئيسي. طبعا الجديد في هذا المبنى هو احتوائه على 3 أنواع من الخضر، وهو نوع مختلف عن الخباب في طرابلس، قبة مبرجة، قبة فوق المدخل، أخرى فوق المسجد، أخرى فوق الضريح. هذا جامع بن موسى، شيد سنة 1670. اخترنا هذا المثال مثال على العمارة المحلية لأن لم يقم تشييده واحد من الحكام أو الأعيان، هكذا في الأغلب يعني تشييده لم يكن يحتاج اليد الماهرة توفر في المساجد الأخرى المعروفة. وفي هذا المثال طبعا يظهر أهم ما يميز العمارة المحلية، ترك الواجهات مجردة خالية من التفاصيل نقية تماما إلا فيما يخص باب المدخل. هذه الصورة تعود إلى سنة 1975، هي تصوير الفنان التشكيلي علي مصطفى رمضان، علق في كتابه على هذه الصورة في سطر واحد، يقول أن الواجهة ملأت معظم أجزاء هذه الصورة حتى أوجدت مثلثا سماويا انعكس في زرقته على الواجهة البيضاء بظلالها الهادئة. هذه فترات معينة تغير فيها شكل المسجد، ربما سنة 1940 كان من طابق واحد، وبعض الإضافات الأخرى حصلت في باقي السنوات. مدخل فني يتأمل معمار المحلي، وما كيف كان ينظر الفنان التشكيلي الذي مارس مهنة العمارة إلى الطابع المعماري الأصيل، كيف كانت قراءته. هذا مشهد لمدينة نالوت الجبلية، هي لوحة الفنان التشكيلي علي سعيد قانا. الأستاذ علي سعيد قانا رحمه الله كان أستاذ مادة الرسم الحر في جامعة طرابلس،
لأكثر من 35 عام. طبعا كان دوره الفعلي أبعد أن يكون أستاذ مادة للرسم الحر، كان دائم التعريف بأشكال نماذج العمارة المحلية الأصيلة، ودائم التوعية بخطورة فقدانها، لأن فقدانها كان يعني فقدان المرجعية. غالبا ما كان يصور هدم وخسارة المباني التي تمثل العمارة المحلية. على سبيل المثال، هذه نماذج من العمارة المحلية، هذا جامع الكتاني بضواحي طرابلس وهو مهدوم حاليا، هذا جامع الشعاب موجود على الواجهة البحرية، كان موجود على الواجهة البحرية، الجزء الشرقي من الواجهة البحرية وهو مهدوم حاليا. طبعا كان يصور التعدي على رصيد العمارة المحلية البسيطة، يصور قسوة آلة الهدم مقارنة بمباني العمارة المحلية البسيطة غير مقاييس الإنسانية في حجمه. تأملات في المعمار الإسلامي في ليبيا، فنان تشكيلي علي مصطفى رمضان، صدر هذا الكتاب سنة 1975. هذا الفنان التشكيلي مارس مهنة العمارة منذ 1957، وصدر له هذا الكتاب سنة 75. جاء فيه بنقطة مهمة وتعتبر ملخص، يقول: إذا كان الهدف من أعمال الزخرفة التي تكسو معظم جدران المباني الإسلامية هو الإحساس بتفتيت الكتلة إلى وحدات وجعل العناصر المكونة لهذه المباني أقل صلابة، إن الطابع المميز للعمارة المحلية في ليبيا جاء على العكس من ذلك. الأثر يؤكد على صلابة الكتلة اعتماد عليها عنصر معماري تعبيري مجرد. طبعا يقول: أن تاريخ الإنشاء المعماري في ليبيا كان مرتبط باستمرار بظروف اقتصادية وجغرافية وتاريخية صعبة، وفي ظروف سياسية ومعيشية لم تعرف معنى الاستقرار، وهذا أهم الأسباب، مكافحة قسوة الطبيعة وغزو الأجانب إلى مقاومة الإغراء مختلف المدارس المعمارية العابرة. نأتي إلى المدخل الهندسي. يتبادر إلى الأذهان أن ليبيا خالية من أي آثار ذات بال للفن المعماري، وفي واقع الحال ليس فيها كثير بالمقارنة مع ما تزخر به مصر أو المغرب أو تونس مثلا. لم تتوفر في الماضي إلا قلة من الموارد، سواء للفاتحين أو للغزاة أو لسكانها، ومثل هذه الظروف الجغرافية والتاريخية لم تكن قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة من شأنها التغلب على تقلبات تاريخ مليء بالنوائب. هذه الوحدة التكوينية الأساسية الإنشائية لبناء المساجد، أربع أعمدة تحمل أربع منعقود وقبة واحدة، وهي وحدة متكررة، يعني من الظاهر ومن الخارج عمارة مربعة الشكل مصفوفة بقويلات عديدة ومتنوعة موزعة في صفوف. أما من الداخل يبدأ تركيب هندسي ناتج عن وضع عناصر حجمية متساوية، وهذا التكوين تميزت به المساجد في شمال أفريقيا، تحديدا في طرابلس وفي جربة. طبعا وفقا للظروف السالف ذكرها، العمارة المحلية في ليبيا تتأثر بالمدارس والبلدان المجاورة، هل ممكن أن تكون مؤثرة أو كانت لتؤثر؟ مثال على هذا، هذا جامع بياري باشا في اسطنبول، هذا جامع سالم النشاط في طرابلس، هذا جامع قشعيين من جزيرة جربة. هنا وجهة نظر المعمار الإيطالي مؤلف أحد الكتب المهمة العمارة الإسلامية في ليبيا جاسبري مسانا، يقول أن جامع بيالي باشا الذي قام ببنائه معماري سنان مبني على طريقة مساجد في طرابلس وجربة، وأنه بني على طريقة بناء على طلب بيالي باشا نفسه. هنا يجب التعريف بمؤسس المسجد، وكان قائد البحرية العثمانية في تلك الفترة، كان مرافق لدرغوت حاكم طرابلس من سنة 1554 إلى 1565 في مناطق طرابلس وجربة.
قام بتسوية هضبة صغيرة في ضاحية اسكندار في اسطنبول، وأسس عليه ميدان اسمه كروم تونس، وطلب من معماري سنان بناء مسجد بهذه الكيفية. هذا السبب يقول أن نظرا لأنه مسقوف بستة قبيبات متحادية، امتنع العديد من النقاد أن ينسبوه لمعماري سنان، أن معروفة كيف كانت المساجد التي يبنيها سنان، القبة المركزية نظام المسجد العثماني المعروف. هذا تصميم المسجد مسقوف بستة قبيبات. هذا المسجد من الداخل يبدو للناظر تماما مثل مساجد طرابلس، ربما مسجد أحمد باشا أو مسجد برجي، إلا فيما يخص طبعا النسب وارتفاع الشاهق. من الناحية المعمارية لم يكن هناك مدرسة محلية عريقة، كما لم تكن هناك تربة خصبة للنشاط الفني والحرفي مثل ما كان أن يكون عليه الحال في الجوار سواء في المغرب أو في مصر. دائما التاريخ يثبت أن ليبيا كانت لا تثير أهل الفن، إنما كانت لا تستقطب سوى الساسة والقادة العسكريين. صورة لجامع أحمد بن طولون في القاهرة، وهذا جامع زيتونة من تونس. هذه زاوية عمارة في ليبيا، تحديدا في منطقة جنزور غرب طرابلس. باقي من الوقت 10 دقائق للعلم فقط. تمام، نأتي للجزء الثاني ما يخص العمارة الحديثة، دخول مدارس العمارة الحديثة إلى ليبيا مطلع القرن العشرين. طبعا بكل تأكيد عندما نتحدث عن دخول مدارس العمارة الحديثة نتحدث عن دخول الاستعمار الإيطالي في المحاضرة، لا نتحدث عن المدارس الحديثة ولا عن المعماريين المعروفين ومشاريعهم، إنما نذكر هنا بعض الأمثلة كحالات دراسة فقط، وهي أمثلة كان لها علاقة وارتباط بالعمارة المحلية الأصيلة. سيكون لنا 3 محطات في هذا الجزء، مثال من الواحات، ومثال من ضواحي المدن، ومثال داخل النسيج الحضري القديم. البداية في 1911. طبعا يمكن تقسيم التواجد الإيطالي إلى 3 مراحل في ليبيا. المرحلة الأولى بدأت من 1911 حتى 1921، وهنا كانت إيطاليا متواجدة فقط على المدن الرئيسية على الساحل، يمكن بإمكانها التوغل إلى الداخل من شأن المشاريع. المرحلة الثانية تبدأ من 1921 إلى 1931، وهي الفترة التي صعد فيها الحكم الفاشي، الحزب الفاشي الحكم في إيطاليا. هذه الصورة ترجع إلى عام 1929 فيما يعرف بمفاوضات سيدي الحمى، يظهر يسار الصورة عمر المختار، وهذا بيترو بادوليو كان الحاكم العسكري الإيطالي. فور وصوله إلى ليبيا أصدر منشور يقول فيه أن الاستيطان الزراعي أصبح حقيقة بعد كان مجرد رهبة. طبعا فشلت هذه المفاوضات وأعادت المواجهات مرة أخرى حتى انتهت المقاومة عام 1931، وهذه الفترة تمكنت فيها إيطاليا من الدخول إلى الداخل وإنشاء المستوطنات الزراعية والمشاريع السياحية. هذه بداية التعامل، يعني الواجهة البحرية كيف كانت قبل وجود إيطالي، كيف أصبح على الحال. تم تكليف المعماري برازيني تصميم الواجهة البحرية، هو معروف يعني يستوحي أعماله من العمارة الرومانية. تم تغيير جذري في الواجهة الرئيسية، لم تبقى سوى خطوط باهتة في الخلف كما رسمها في الواجهة. هذه الواجهة الشمالية بعد التغيير أنشأ عليها نصب التذكاري. هذه مقارنة قبل الوجود الإيطالي وبعد، في تحديث المغاير. تحديث المغاير للعمارة المحلية كليا. كذلك الحال في بنغازي، هذه جزء من الواجهة البحرية بنغازي، هذه ساحة إيطاليا في مدينة بنغازي. نبدأ مثال عن العمارة الحديثة من الواحات، نعود إلى مدينة أغدامس، فندق عين الفرس.
انشئ سنة 1935، هذا هو المعماري الذي انشأ مجموعة من المشاريع، فندق نالوت ومعماري دي فاوستو. قام بإنشاء مجموعة من تصميم مجموعة كبيرة من المشاريع داخل ليبيا وخارجها حتى في المتوسط. هذه ساحة الشهداء في طرابلس، هذا واحد من المراكز في جبل الأخضر، مركز الأترون. هذه هي عين الفرس ومدينة أردامس، هذا هو الفندق، دخلت الفندق أنا في مواجهة المدينة. طبعا اعتبر هذا العمل امتداد جديد لأعمال متوسطية معروفة عن رؤية المتوسطية، عملية تصميم دقيقة ومدروسة فيما يتعلق بسياق البحر الأبيض المتوسط ومباني مختلفة، عامل على المقاربة مع المقاييس والنسب الخاص بمدينة أردامس. استخدم في التصميم الداخلي التشطيبات على الحد الأدنى مع مراعاة طبع المدينة. هذه هي الوجهة الرئيسية، نعود إلى طرابلس مرة أخرى، ضواحي المدن. فندق المهاري أنشئ سنة 1935، هذا المبنى مهدوم حاليا، كان متواجد على الناحية الشرقية من الواجهة البحرية. جزء من المبنى على الحافة البحرية مباشرة على الحافة المائية. طبعا بساطة التصميم تعزى أيضا لاستهداف جمهور سياحي أكبر. قام المعماري بتطوير غرف منطابقين على شكل حرف L، تم إحيائها بواسطة 5 أفنية داخلية بكتلة أخذت شكل أفقي. بالرغم من التصميم لا يبدو معلم كبير في تصميمه، لأنه كان يعني أكبر فنادق ليبي في تلك الفترة، يستوعب أكثر من 250 زائر، مستوحى فكرة من العمارة المحلية من الفندق، فكرة الفندق اللي تحدثنا عنها في مسلفه. داخل النسيج الحضري القديم، نعود إلى منطقة باب البحر وساحة قوس ماركس أوريليس. تم تطوير الحضري للساحة سنة 1937. كيف كان المكان والمعلم قبل الترميم؟ بدأت أعمال الترميم سنة 1912. المرحلة الأولى تم تهيئة مكان بسيط فقط بعد ترميم المبنى. هذه الفنادق اللي سنشاهدها كيف تم تطوير واجهاتها. هذا التصميم للتطوير الحضري. طبعا أخذ أجزاء من الفنادق الموجودة في الواجهة حتى يعمل متسع من التصميم الحضري، بعد تغيير الواجهات بشكل حديث. هذه الواجهات الحديثة بعد التطوير، قمنا برسم الواجهة. هذا الخط الفاصل بين الجزء الخاص بالمعمار المحلي وهذا هو التطوير الحديث. هذا هو فندق الضفائر الموجودة بوابته. الجزء الثالث، هنا تساؤلات وتجارب. الغرض نحن نخوض تجربة فقط ولا نملك الإجابة عن حتى الآن عن نملك إجابات عن مجموعة من الأسئلة، لأن ما زلنا داخل منتصف، ما زلنا في منتصف التجربة، ولا نقول أننا نجدد العمارة المحلية ولا نعمل على إيجاد محلي عمارة محلية جديدة، ولا نقول أننا نتعامل مع العمارة المعاصرة، لأن طبعا العمارة المعاصرة لها
يكون يجب أن يتوفر فيها عوامل، وأبرزها هو استخدام تقنيات البناء الحديثة. ربما نحن ما زلنا نستخدم نفس التقنيات السابقة. نبدأ بمجموعة من الأمثلة. التجربة الأولى، مبنى سكني من واحدتين في ضاحية غرب طرابلس، منطقة سكنية ذات كثافة منخفضة، الموقع مساحته 513 متر. البحث عن المرجعية المحلية، طبعا المفهوم العام للوحدة السكنية كان مجموعة من العائلات أو مجموعة من الأسر من نفس العائلة تسكن مبنى سكني واحد وتجتمع حول فناء مركزي. المرجعية كانت في هذا التصميم لواحد من المباني المعروفة ويسمى فيلا فولبي في طرابلس، هكذا كان يسميه. يرجع تشييد الأول القرن التاسع عشر ربما قبل ذلك، وبعد الاحتلال الإيطالي اتخذ الحاكم الإيطالي فولبي مقرا لخونته، يحتوي على أفنية داخلية وواجهة بسيطة كمان. هذه أفكار الأساسية في التصميم، طبعا واجهة خالية من التفاصيل باستثناء نافذة واحدة. هذا آخر واحدة صغيرة، واحدتين، واحدة صغيرة واحدة أكبر تفتح على فناء داخلي مركزي. فراغ المعيشة الرئيسي الواحدتين مفتوح بالكامل على الفناء. النوافذ الخاصة بغرف النوم أقل حجماً توفير الخصوصية. هذه الواجهة الرئيسية. مجموعة من المشاهد أثناء التنفيذ. الجزء الخارجي الملحق بالمبنى فيه معالجة مختلفة، حوائط من الحجر. التجربة الأخرى من جنوب طرابلس، كذلك منطقة مخفضة المرجعية المحلية، تجمع سكني معروف، مجموعة من الشقق السكنية وتصميم في فترة يعود لفترة 1933، مصمم عليه ثلاثة من المعماريين الإيطاليين وموجود حتى اليوم الحالي. هذه واجهة التجمع السكني، هذه صورة حديثة وبعد التحليل وتجريد المبنى من الفتحات. بشكل عام قاعدة حجرية وتعلوها مسطحات من الكتل. هذا تطوير التصميم. فراغ المعيشة في المنتصف، الارتفاع طابقين، من الكتل الموجودة على الواجهة يمين ويسار المبنى كتل خاصة بالضيوف، في المنتصف الكتلة الموجودة في المنتصف المواجهة لفراغ المعيشة تعود لكتلة المطبخ. أما غرف النوم فهي في الجهة الخلفية من المبنى. عمار زكريا، شكرا لك على هذه المحاضرة، بس لضيق الوقت لو نقدر نترك مجال للأسئلة نبدأ بالسؤال الأول. ما هي المواد والتكنولوجيا المعتمدة في بناء عمارة حديثة ذات طابع تراثي في الوقت الحالي؟ حاليا كان لدينا تجربة بالبناء بالحجر، كان ممكن نتحدث عنها يعني هنا.
لأن طبعا ليس بالسهل توفير أو ليس بالسهل توفير اليد العاملة اللي تقوم ببناء مواد محلية، لأن طبعا المواد المتوفرة للبناء هي الخرسانة والحوائط تبنى بالطوب الأسمنتي، كذلك الأسقف والأعمدة تكون غالبا مبنية بالخرسانة، فهذا يحتاج إلى مجهود البحث عن المواد المحلية. تطوير أسلوب حديث كان هذا نوع من التجارب اللي كنا نحاول أن نقوم بتجريبها، لكن هي هذه الصعوبات يعني الموجودة، يعني تكون أنت في مكان كل اليد العاملة الموجودة فيه تبني وتقوم بالإنشاء بطريقة معينة ثابتة. يقودنا هذا أيضاً للسؤال الموازي للسؤال، ما هي نسبة توافر هؤلاء الحرفيين في بلادكم من المختصين في هذا النوع من العمارة، وهل ما زالت هنالك مدارس ومعاهد تدرب وتنتج الحرفيين وتحافظ على التراث في الحرف المحلية؟ حالياً غير موجود، كانت في السابق مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، ما أعتقد أنها الآن منقطعة من فترة عن الأعمال، حاليا غير موجود، الحرف الخاصة بالبناء تقريبا غير موجودة في الوقت الحالي. شكرا لكم على محاضرتكم القيمة، محاضرة زكريا، وشكرا لكم على حضوركم. العفو.